إذا اليوم كنعيشوا اللقاء التشاوري المتعلق بالحوار الجهوي على مستوى جهة بني ملال الخنيفرة، والذي تم تنظيمه بعد إعطاء انطلاقة ديال الحوار الوطني من طرف السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان يوم 16/2022. هذا الحوار هذا يهدف إلى إشراك الجميع باش نتوصلوا نخرجوا بمجموعة التوصيات اللي نعالجوا من خلالها ونحولوا المقترحات وربما علاش لا قوانين اللي باش نعالجوا الاختلاف اللي كيعرفها القطاع الاسكان قطاع التعمير والاسكان. وكانوا كما لاحظتوا كانوا اربع ورشات غنيه بالمناقشه ديال الجميع ديال المنتخبين ديال رؤساء الجامعات ديال المؤسسات العموميه ديال السلطات ديال جميع اللي معني بقطاع التعمير والاسكان. وكانوا هناك اربع ورشات. الورشه الاولى هي تتعلق بالتخطيط والحكامه، الورشه الثانيه هي الاطار المبني، الورشه الثالثه هي دعم العالم القروي، لان كاين تمفصلات اللي خصنا نعالجوها ما بين المجال الحضري والمجال القروي، والورشه الاخيره كانت هي الاطار المبني كما قلت. لحقاش الى شتو بدون هالتراتبية اللي جات بدون تخطيط وحكامه وبدون التنسيق والتشاور سميتو ما غاديش نوصلوا لواحد الاطار المبني اللي كنهدفوا منه نوفروا الخروج بمجموعه من الاقتراحات ومجموعه من التوصيات اللي ربما كما قلت غتصوغ القوانين باش نعالجوا الاختلافات اللي كيعرفها قطاع التعمير. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.